إذن مشاهدينا، اسمحونا بداية أن نتحدث عن مبادرة الحركة الإسلامية التي طرحتها اليوم في مؤتمر صحفي. وللحديث عن هذا الموضوع اسمحونا أن نرحب برئيس تحرير صحيفة السبيل والكاتب والمحلل السياسي المعروف الأستاذ عاطف الجولاني. أستاذ عاطف، مساء الخير. مساء الخير. إذن أستاذ عاطف، مبادرة للحركة الإسلامية، بداية ربما يتساءل السؤال تم تداوله في الشارع، لماذا الآن؟ ما مغزى توقيت المبادرة الآن؟ وما الجديد الذي تضمنته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد التوقيت مهم ويرتبط بتقديري بمسألتين أساسيتين. المسألة الأولى طبيعة المعطيات الإقليمية في المحيط، حيث الضغوط التي تمارس على الأردن سواء في موضوع القدس أو ما يتعلق بصفقة القرن أو استهداف الدور الأردن الإقليمي. وبالتالي هناك تحديات خارجية ملحوظة من الجميع، وعلى المستوى الداخلي يعني هناك احتجاجات، هناك حراكات كانت خلال الشهور القليلة الماضية. كان هناك اختلاف تباين في الرؤى بين الجانب الرسمي والأطراف الشعبية باتجاه التعاطي مع قضية الإصلاح. الجديد في المبادرة أنها تدعو للخروج من حالة التجاذب، يعني عن بعد بين الطرفين الرسمي والشعبي، تدعو إلى طاولة حوار بين الطرفين للنقاش حول مجمل القضايا الإصلاحية. طرحت 10 نقاط للتحاور بشأنها، حرصت أن تكون عامة بعيدا عن تحديد مواقف محددة حتى يكون الموضوع مطروح للنقاش. أعتقد هذه خطوة يعني جديدة، أن يكون هناك دعوة لمقاربة توافقية بين الأطراف في الساحة الوطنية. جميل. كان على رأس المطالب التي ربما بعدها تأتي نقاط ومضامين الحوار تشكيل حكومة إجماع وطني، وهذا المصطلح بحاجة إلى تعريف وتوضيح. ماذا يعني، أو ماذا يعني هذا المصطلح حكومة إجماع وطني؟ يعني أرجو أن يتم التركيز على الانتباه إلى صلب المبادرة. صلب المبادرة في تقديري في نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى طاولة الحوار الوطني، النقطة الثانية المطالب 10 التي لاحظت أن الحركة الإسلامية حرصت من خلالها على التقريب المواقف. يعني معظم مضامين النقاط 10 ورد في خطابات الملك في الأوراق النقاشية، كذلك هي صلب مطالب الحركات الإصلاحية. الآن حكومة الإنقاذ الوطني أو الإجماع الوطني يعني هي آلية ربما تطرح، كانت خلال الفترة الماضية من قبل مختلف الأطراف الشعبية لمواجهة التحديات. حين يتم الحديث عن حكومة إجماع وطني يكون هناك تقدير أن هناك ظروف داخلية وخارجية تستدعي تلاحما وطنيا من الجميع، تمثيل للجبهة الداخلية حتى يقوى الجميع على مواجهة تلك التحديات. لم تطرح في تقديري كشرط، وإنما طرحت كآلية، لكن صلب المبادرة موضوع طاولة الحوار والمضامين 10 التي جاءت عامة ليتم النقاش حولها. ليست هناك شروط، يعني أنا لم أقرأ في المبادرة حقيقة أي شروط، بالعكس من ذلك حرصت المبادرة على أن تقدم مقترح للحوار دون وضع أي شروط من أي طرف. نعم، هو ليس شرطا، ولكن وصولا إلى المقاربة الوطنية ذكرت المبادرة أننا نطالب بتشكيل حكومة إجماع. على كل حال أستاذ عاطف، يعني بعد إطلاق هذه المبادرة، ما هي ردود الفعل المتوقعة الآن التي تنتظروها من الجهات ذات العلاقة؟ يعني أعتقد أن الساحة الوطنية تنتظر من طرفي المعادلة، من الجانب الرسمي ومن القوى الشعبية والسياسية، أن تتعاطى بإيجابية مع هذه الدعوة. بالتأكيد يعني إذا لم يتجاوب الجانب الرسمي مع مطلب الحوار لن يكون هناك حوار، وبالتالي يعني قد تفقد المبادرة جزءا كبيرا من أهميتها. وإن كان يمكن أن تتوافق القوى السياسية فيما بينها على رؤية توافقية نحو الإصلاح، ولكن مفتاح الحل في تقديري أن يكون هناك تجاوب من الجانب الرسمي. أتوقع خلال الأيام القادمة أن يكون هناك تحرك من قبل أصحاب المبادرة، من قبل الحركة الإسلامية على الجانبين الرسمي والشعبي من أجل شرح المبادرة، محاولة تجسير الفجوة. هي تحدثت المبادرة كما لاحظت أستاذ ينال عن تجسير الفجوة ما بين الموقفين الرسمي والشعبي. هذا يتطلب بالتأكيد من الحركة أن يكون هناك تواصل خلال الأيام القادمة مع الجانب الرسمي
التواصل مع الحركات، مع القوى السياسية، الأحزاب، مع كل الأطراف لشرح المبادرة ومحاولة يعني الذهاب نحو الحوار. أتمنى حقيقة، أتمنى من جميع الأطراف أن تتعامل بروحية إيجابية مع المبادرة. جميل. ليس مهما من يطرح المبادرة. لا. والمبادرة واضح أنها فضفاضة عامة، يعني تتيح المجال لكل الأطراف أن تطرح ما في جعبتها. جميل. الآن أعتقد الكرة في ملعب الجانب الرسمي والقوى الشعبية. هذه الكرة لو تلقفها الدكتور عمر الرزاز وطالب بالبدء بالحوار، هل تعتقد أن هذه خطوة ممكن البناء عليها؟ نحكي بلغة واقعية، الآن هنالك حكومة يرأسها الدكتور الرزاز، هل هكذا يؤدى الغرض من هذه المبادرة بحوار ربما تحت مظلة وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية؟ من وجهة نظري الشخصية، يعني جوهر المبادرة أن يحصل الحوار. الآن كيف يتم عقد هذا الحوار إذا بادرت الحكومة وتعاملت مع الموضوع بجدية؟ أعتقد هذا يقطع نصف الشوط نحو الذهاب للحوار. ليس مهما كيف يتم تنظيم الحوار في أي مكان، من هي الجهة التي تجمع الأطراف، المهم أن تجتمع الأطراف للنقاش والحوار، واجتماعها ابتداء يتضمن نوعا من التقبل للنقاش حول النقاط العشرة. إذا جاء الموقف من الجانب الرسمي أعتقد أن هذه خطوة جيدة. إذا كان التفاهم أن تقوم الحركة الإسلامية بجمع الأطراف، هذه آليات في تقدير هذه التفاصيل، لكن جوهر المبادرة أن يتم الحوار بين الأطراف. سؤال الأخير، الشعب يعني عموم الشعب ومن يؤمن بمضامين هذه المبادرة ونقاطها العشر، ما المطلوب منهم بالمقابل؟ أنا في تقديري مطلوب من الجميع على مستوى القوى السياسية والشعبية، على مستوى النخب الوطنية، على مستوى الأوساط الإعلامية المثقفة، أن تعبر عن موقف من المبادرة. حين يحصل ضغط إيجابي باتجاه التعاطي بإيجابية مع المبادرة، أعتقد أن هذا سيفرض على الجميع أن يتعامل معها بالصورة المطلوبة. المطلوب من الأطراف الشعبية، من القوى الأطراف الإعلامية، من الجميع. أعتقد أن المطلوب أن تحرك المبادرة الماء الراكد. هناك حالة انسداد سياسي، للخروج من هذا الانسداد أعتقد أن الواجب الجميع أن يدفع باتجاه التعاطي بإيجابية مع المبادرة. جميل، جميل جدا. بدي أشكرك على كل هذه التوضيحات. هل بقيت فكرة ببالك أستاذ عاطف لم تذكرها؟ يعني أنا حقيقة لاحظت أن لغة المبادرة كانت هادئة ومرنة وحرصت على أن تشيد ببعض الأداءات الرسمية فيما يتعلق بالتموضع على المستوى الإقليمي. كان هناك يعني دعوة من ضمن النقاط العشرة، وهذه نقطة مهمة أن يتم التنبؤ إليها، إسناد الموقف الرسمي في تنويع الخيارات وإقامة علاقات متوازنة وتوسيع منظومة العلاقات الخارجية. أنا أعتقد هذه إشارة إلى قراءة إيجابية من الحركة الإسلامية لتوجهات السياسة الخارجية خلال الفترة الماضية، وكان واضح في موضوع القدس ومجمل الملف الإقليمي أن الأردن كانت له مواقف إيجابية. أعتقد أن المبادرة حرصت على أن تثمن هذه المواقف وأن تدعو إلى إسناد هذه المواقف، ولعل هذه يعني كذلك خطوة باتجاه تشجيع الجانب الرسمي. نعم. على أن يتعاطى بإيجابية مع المبادرة. جميل، وهو مصطلح الإسناد مصطلح موفق جدا، إسناد التوجه الأردني. بدي أشكرك شكر جزيل رئيس تحرير صحيفة السبيل والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عاطف الجولاني، شكرا جزيلا لك. إذا كان هذا حديث تحليلي تفصيلي للمبادرة الحركة الإسلامية، كانت اليوم نقطة البدء بإطلاقها، وربما عرضنا قبل بداية الحلقة المؤتمر الصحفي كامل وسنعرضه خلال سياق أوقات يعني مختلفة في قناة اليرموك، لتكون ربما خطوة أولى نحو بدء حوار يخرج الوطن من هذا الانسداد الذي يعيشه كما ذكر الأستاذ عاطف. نذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود من بعده إلى ملفات جديدة، فكونوا معنا.